مرحبا، نقدم ملخص جديد للأسواق المالية والعالمية. صندوق النقد الدولي أمس خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.5% بعد أن كانت القراءة السابقة 3.7%. وعلاوة على ذلك، كان هناك تباطؤ في نمو الاقتصاد في الصين لعام 2018 لأدنى مستوياته منذ عام 1990. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، نترقب اليوم مؤشر ZEW لثقة المعنويات في الاقتصاد في ألمانيا، وأيضا تطورات بريكزيت، حيث أمس أشارت تيريزا ماي إلى أنها تريد تعديل أو خطة بديلة لاتفاقية من قبل البرلمان. حاليا زاد الطلب على الدولار الذي ارتفع وجاء ليضغط سلبا على اليورو الذي يتداول حاليا باتجاه هابط، لديه مستويات دعم عند 113.50 كما يظهر في التحليل الفني، وأيضا مقاومة عند 113.70. في حال اخترقها يستهدف المقاومة الأولى 113.90 وربما 114.10. أما كسر الدعم المشار عنه في البيان يصل إلى مستويات 113.33 وربما 113. طبعا الأهم كان على الأجندة أمس بلان بي الذي اقترحته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الذي جاء ليعدل بلان اي أو الخطة الأولى التي جاءت بها أمام مجلس النواب. حاليا اتجاه الباوند في حركة موجة صاعدة ولكن ضمن إطار عام هابط، لديه مستويات دعم بالقرب من 128.30 التي في حال كسرها يصل إلى مستويات 127.80. أما اختراق المقاومة 129.10 يصل إلى مستويات 129.40 وربما 130. الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسية، وضغط ارتفاع الدولار على الذهب الذي الدولار قفز تقريبا 10% منذ منتصف آب من العام الماضي لأسباب أبرزها الاضطرابات في سوق الأسهم وتراجع العملة الأمريكية. ويتلقى الدولار دعم أيضا من جراء البيانات الاقتصادية الضعيفة في الصين. حاليا الذهب قرب أقل مستويات له في 3 أسابيع مع انحسار الجاذبية بفعل الطلب على الدولار. كان ضمن نموذج مثلث الذي يظهر في الرسم البياني والتحليل الفني، لكنه كسر هذا النموذج حاليا، وهناك بعض التداولات السلبية على الذهب. تشير التوقعات إلى كسر الدعم 1276 يستهدف 1273، أما اختراق المقاومة 1281 يستهدف 1284. الداو جونز يستمر ضمن موجته الصاعدة والتي حسب المؤشرات بدأت تفقد من زخمها، ولكن هذا يحتاج لتأكيد بكسر الدعم 24200 نقطة و 24000 نقطة، أما اختراق المقاومة 24800 نقطة يستهدف 25000 نقطة. النفط الذي انخفض في تداولاته 1% أمس، وذلك مع اتساع التباطؤ للنمو في الاقتصاد العالمي وأيضا المخاوف بشأن تراجع الطلب العالمي. حاليا هناك حركة أفقية للنفط ضمن موجة صاعدة مع استقرار الأسعار والتوقعات بأن تستمر ضمن نطاق المقاومة 53.80 دولار التي في حال اخترقها يستهدف النفط 54.40 دولار للبرميل، أما كسر الدعم 53.30 يستهدف الدعم التالي عند 53 دولار للبرميل. في الأجندة الاقتصادية اليوم ننتظر بيانات في أوروبا، حيث مؤشر المعنويات في الاقتصاد نتوقع أن تأتي بتراجع وتضغط بعض الشيء على اليورو. أما في الولايات المتحدة ننتظر مبيعات المنازل. أشكركم للمتابعة، أدعوكم لزيارة موقعنا على تداول.com وصفحاتنا على التواصل الاجتماعي.